طبعا نتيجة ان الام ار اي فيه ماجنت كبير، الماجنت الكبير ده ممكن يأثر على الحاجات اللي موجودة في الانفايرمنت اللي حوالين المكنة بتاعة الام ار اي، فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا واحنا بنديزاين السويت بتاع الام ار اي في جوه المستشفى علشان ما يحصلش اي مشاكل نتيجه لوجوده. فاحنا بنتكلم دلوقتي على تاثير الام ار اي على الانفايرمنت، لان احنا بعد كده هنتكلم في السلايد الجايه وهي دي اخر حاجه هنتكلم على تاثير الانفايرمنت على الام ار اي. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان يعني في عندي كذا ليفل كده للسترينث بتاع الماجنتيك فيلد، 5 جاوس او 5 ملي تسلا، 1 ملي تسلا، 0.5 ملي تسلا، 0.1 ملي تسلا، 0.5 ملي تسلا دي اللي هي الفايف جاوس لاين. اوكي، فبنتكلم على يعني لما بتكلم على الانالوج واتشز والكريدت كاردز يستحسن ما يستحسنش انها تقرب اقرب من الفايف ملي تسلا يعني فيلد. اوكي، يعني المفروض انها تبقى يعني قبل الفايف ملي تسلا فيلد دوت. لو بتكلم عن الديسك درايف والكمبيوتر، يعني دي طبعا بتكلم على الحاجات مثلا زي الكونسول بتاع المكنه نفسها لازم بيبقى بيوند الايه 1 ملي تسلا، لان انا لو اكشن لو انا اقرب من كده هلاقي مثلا لو انا بستعمل سي ار تي مونيتور هلاقي ان سي ار تي مونيتور ده عليه يعني شكل الفيلد بتاع الماجنتيك فيلد بتاعي بيبقى مأثر على الديسبلاي بتاعي. لو بتكلم على فيديو كاميرا او سي ار تي او كده بتكلم على يعني بتكلم ان انا المفروض تكون بره ال 5 جاوس لاين اللي هي 0.5 ملي تسلا. لو بتكلم على بيشنتس عندهم بيس ميكرز او عندي ايمج انتنسيفايرز او حاجه زي كده في سويت جنبيه بتاع اكس راي او حاجه زي كده، نفس الكلام باخدها بعد ال 0.1 ملي تسلا لاين. طبعا دي حاجه مهمه جدا لان البيس ميكرز ده ممكن يبقى فيه واحد ماشي في الطرقه اللي جنب السويت بتاع الام ار اي، فلازم اميك شور ان الاوضه بتاعتي يعني تبقى بيوند الكلام ده علشان الناس اللي ماشيه ما يبقاش فيها اي تاثير عليها خالص. يعني يبقى انا ضامن ان في الناس اللي ماشيه في الاماكن اللي جنب الام ار اي او قاعده في الاماكن اللي جنب الام ار اي تبقى ايه، تبقى سيف. لو بتكلم ان انا احط بقى مكان تاني، يعني مكان مثلا زي نيوكلير كاميرا، نيوكلير ميديسن جاما كاميرا مثلا او سي تي سكانر او كده، يستحسن يبقى بيوند بقى الايه ال 0.5 ملي تسلا ويبقى as far as possible من المكنه. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا ان الكلام ده مش بس في الدور اللي فيه الام ار اي، يعني الكلام ده مش متخيل مثلا احنا هنحط الديستنسز دي او الليمتس دي في نفس الدور اللي فيه الام ار اي، لا ناخد بالنا ان الام ار اي لو محطوط هنا مثلا جوه المستشفى هنا يبقى ناخد في اعتبارنا ان الكلام ده كله برضه بيابلاي للادوار اللي فوقيه والادوار اللي تحتيه، نفس المسافات هي هي بالظبط. يعني لازم اشوف الفرنج فيلد بتاعي عامل ازاي في كل الدايمنشنز، اوكي، وعلى اساسه احدد بقى الحاجات اللي فوق والحاجات اللي تحت والحاجات اللي جنبه من الاتجاهين هيبقى فيها ايه. طبعا اي شركه بتاعت ام ار اي بتبروفايد للمستشفى البلانز بتاعت الكلام ده، بتدي اللي هي الدياجرامز بتاعت الماجنتيك فيلد شكله عامل ازاي في 3 دايمنشنز، فدي حاجه في غايه الاهميه عشان ما يبقاش في حاجه فوق الماجنتيك فيلد او فوق الماجنت مثلا في الاوضه اللي فوق ولا حاجه، وتبقى في مثلا ممكن بيشنت يبقى عنده بيس ميكر يجي فيها مثلا، يبقى في خطوره شديده عليه طبعا. فلازم ناخد في اعتبارنا ان في افكتس نتيجه للماجنتيك فيلد دوت، والافكتس دي 3 دايمنشنال مش بس في دايمنشن مثلا في 2 دايمنشنز الموجود فيهم الايه في الفلور اللي فيه الماجنت، لا ده 3 دايمنشنز معنى كده في الادوار اللي فوق واللي تحت من الايه المكان اللي محطوط فيه الام ار اي سيستم.